فيكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من برنامج بالإمكان في رمضان. اليوم بحلقتنا رح نتكلم عن سيكولوجية الأكل مع أخصائية التغذية والفارسة شيرين المطوع. تابعونا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا وحلقة سيكولوجية الأكل مع زميلتي أخصائية التغذية شيرين المطوع. حياك الله شيرين معي وتشرفت بوجودك اليوم. هلا دكتورة وجد، والشرف كله لي. شيرين، أول شيء لاحظته جاي الحلقة باللاب كوت وحاطة بروشات التفاؤل، صحيح؟ خبريني عنه. والله شوفي دكتورة وجد، الكويت كأنها قاعدة تنغزي، يعني كأنها غزو بالسمنة والسكر. فمثل ما الجيش يلبسون اللبس الرسمي يعني التغلب على الغزو، احنا نفس الشيء أخصائيين التغذية جيت اليوم لأن الموضوع جدا مهم ونبي نسلط الضوء على خطورته، لأن وصلنا أعلى مراحل السمنة في العالم. صحيح. بالأطفال والكبار، فهذا السبب. والبروشات حق البروشات، هذا البروش من الشيخ انتصار سالم العلي، وأحب أوجه لها تحية كبيرة ونشكرها من خلال برنامجك. حتى أنا ودي أشكرها لأن فعلا هي مثال للتفاؤل صراحة. صحيح صحيح. فهي هذا البروش يعني فكرت ألبسها اليوم عشان المشاهد يعرف أن سيكولوجية الأكل يعني جزء كبير منها هو التفاؤل والأمل وتقليل من الضغوطات النفسية. شيرين، لفت نظري أن بالبوستات اللي تحطينها بالإنستغرام لما قريت أن أنت صرت الحين مدربة بموضوع الأكل والجسم، علاقة الأكل بالجسم واللي هو يسمونه سيكولوجية الأكل. أبي تعريف للمشاهدين خاصة الناس اللي تتابعك وتبي تعرف أكثر عن هذا الموضوع. والله شوفي دكتورة وجد، هو يعني أنا حبيت أتخصص فيه وأدرس عنه لأن أنا 17 سنة مع المراجعين أشوف أن عندي نقص بجزئية النفسية، لأن أغلبهم يجون تلاقين يعني المشكلة الأساسية تكون متركزة في النفسية، مثلا الأكل العاطفي، عندهم ضغوطات في الحياة كثيرة فيفشون خلقهم يأكلون مثلا، يعني في هذه الأشياء، الضغوطات الاجتماعية مثلا، يبي يسوي رجيم يروح الديوانية يقولوا لا يا عمي زين، وشوف كل من حوالينا قاعد ياكل. صحيح. فالمجتمع ما قاعد يساعد، ونفس الوقت عندنا مثل تابو إن الناس ما تروح حق أخصائي نفسي، فلما يجونا إحنا كتغذية المفروض إحنا نكون ملمين بالجانب. صحيح. النفسي أيضا، فهذا ليش حبيت. زين، هل هو نفس يعني خطر على بالي سؤال، هل مثلا اللي يدرس سيكولوجية الأكل يقدر يتعامل مع الحالات اللي تكون لها علاقة مثلا مثل الأنوركسيا والبوليميا اللي هي اضطرابات الغذائية؟ بالضبط، يقدر يتعامل معها ولكن بحذر شديد. وما ينفع يتعامل معها بروحها، لازم يكون في تيم متخصص من دكتور واستشاري نفسي. نعم. ويعني يفضل الدايتيشن يكون عنده علم بال أنا وايد يعني مستانسة لأن في شغلة صارت يعني خلال حلقاتنا هذا الموسم، أن أغلب الدكاترة وأخصائيين تغذية قاعدين يتكلمون على مفهوم التيم. نعم. أن لازم يكون في تيم من الطبيب، من أخصائي نفسي، من أخصائي تغذية. نعم. فهذه مفهوم جديد طبعا، هو موجود بالسابق يعني الريكومنديشن كلها. صحيح. يقولش انه لازم يكون في تيم مع هالشخص المريض او اللي عنده حاله صحيه. صحيح. الحين قاعد عندنا يتجدد ويبين مع يعني كل الناس اللي قابلتهم، فانا احيي هذا الموضوع اللي قاعد يصير. شكرا. زين، شنو تاثير السايكولوجي على الاكل او مثلا النفسيه او حاله المريض السايكولوجيه على اكله؟ يعني السيكولوجية تلعب دور كبير على فيزيولوجية الجسم، مو بس على حالته النفسية. يعني
اعتقاده ان مثلا هذا الاكل يمتن ممكن فعلا يغير داخله مثلا هرمون الجرالين اللي هو مال الجوع. الجوع صحيح. في دراسه في ييل، جامعه ييل، قالوا يبون يشوفون شلون هل فعلا الاعتقاد ياثر على الفيزيولوجيا. فيابوا طلبة جامعة ييل وعطوهم كل واحد $75 إذا يوهم المعمل أساس يأخذون دمهم وهم يشربون سبليمنت اللي هو مكمل غذائي. قالوا لهم هذا المكمل الغذائي فيه صفر سكريات وفيه صفر دهون وسعراته 140 سعرة. فشربوا وخذوا قياسات الدم ولقوا إن الجريلين اللي هو هرمون الجوع نزل شوية مو وايد. فمعناته إن للحين فيهم يوع ما شبعوا. ما شبعوا. بعد أسبوع قالوا لهم $75 ثانية تعالوا، عطوهم شراب ثاني قالوا لهم هذا فيه 640 سعرة حرارية، فيه تقريبا 54 جرام من النشويات أو السكريات simple sugars، وفيه من الدهون 30 جرام. وشربوه ونفس الطريقة خذوا دمهم وقاعد يفحصون نسبة الجريلين في جسمهم. اللي لقوه أن نسبة الجريلين زادت 3 أضعاف. أوكي سوري، انزلت 3 أضعاف. نزلت. إيه معناته أنه خلاص شبعوا صار وايد أوفر. إنزين هي بالضبط ينزل نفس ما الواحد يأكل وجبات سريعة وايد. وليش ينزل؟ ينزل عشان الواحد ما ياكل اكثر ويطول بالفتره. الاكل يعني الوجبه اللي بعدها. ومو بس كذي، يزيد الحرق بالجسم. لان الجسم لازم يحرق هذه السعرات الكبيره. صحيح. فهم ايش صار معاهم عقب ما فحصوهم وخلصوا؟ قالوا لهم ان الشراب في المرتين كان نفسه نفس السعرات ونفس الدهون ونفس السكريات. بس اعتقادهم ان الاول ما كان فيه سعرات اثر على هرمون الجريلين، والثاني ثاني مره لما قالوا لهم سعراته وايد وما كان وايد اثر على هرمون الجريلين. فمعناته احنا حتى لما يقولوا لنا قبل مثلا قولوا حق البيشنت ياكل بصحن اصغر راح يشبع، هذه كلها تاثر على العقل اللاواعي. يشوف ان الصحن متروس شبعت. صحيح. أنا مثلاً عندي هاجس دائماً إن السعرات الحرارية. بس شنو أقول؟ إن إذا السعرات الحرارية لذيذة ما راح تمتن. والله اعتقاد حلو. فهذه أقول لهم إذا سعرات حرارية لذيذة فأنا ما راح يزيد وزني. يعني أقدر أكل منها. هذا السر النحافة. ممكن يعني عرفتي شو إن أهم الإنسان فعلاً لما يكون نفسيته مرتاحة تجاه الأكل. أعتقد إنه يأثر على تعامله. زين هل هذا له تأثير على الرياضة؟ هذه سايكولوجية لها تأثير بعد على الرياضة؟ هذه السايكولوجية سؤالك ممتاز. في هم دراسة ثانية أجروها وايد شفتها ممتعة، إن قالوا إن هذه تجربة الأكل يمكن صدفت معانا، خلينا نشوف بشيء ثاني. فشافوا اللي ينظفون بالأوتيلات الحريم، فيابوا 75 وحدة تنظف في 7 أوتيلات. وسألوهم هل أنتم تمارسون الرياضة؟ 3/4 قالوا لا. فقالوا لهم بس أنتم تسوون يعني تنظيف طول اليوم وواقفين على ريلكم؟ فقالوا إيه يعني هذا شغلنا عادي. وشنو مدى يعني تقبلكم لوظيفتكم؟ كان تقبلهم جدا واطي، محبين عمل الوظيفة. فعطوهم ربع ساعة من معلومات إن أنتم قاعد تحرقون 120 إلى 200 سعرة بالساعة، وش كثر فوائد الرياضة على الجسم. بس مو لكلهم، لنصهم عطوهم هذه المحاضرة. فبعدين بعد شهر يابوهم وقاسوا دمهم، نسب الكوليسترول، السكر، شافوا ضغطهم قبل وبعد. نعم. وفي مجموعتين، اللي قالوا لهم المحاضرة واللي ما قالوا لهم. طبعا اللي قالوا لهم المحاضرة ياو من غير ما يروحوا النادي، من غير ما يزيدون رياضة، نزل نسبة الدهون بالجسم، يعني ضعفوا. زاد العضل بالجسم خلال شهر. ما شاء الله عليهم، نسبة الدم مالتهم، الضغط نزل، السكر تنظم، يعني وايد صارت مميزات. مجرد ان هم ايمانهم ان وظيفتهم مفيد لأجسامهم الى حد ما. شيرين راح نطلع فاصل صغير ونرجع ونكمل مع سايكولوجية الاكل. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لكم.
عشان تكون صحي ورشيق تحتاج نظام غذائي متكامل يحتوي على فيتامينات ومعادن. لكن شو تسوي إذا نظامك الغذائي أغلبه مشتقات العيش والخبز والذرة؟ تدري إنه ممكن يصيبك الجوع الخفي؟ وهو نقص في المغذيات الدقيقة. الجوع الخفي يؤثر سلباً على الصحة العامة. حوالي ثلث العالم يعاني من الجوع الخفي. نقص المعادن والفيتامينات يؤثر على نمو الإنسان وقدرته العقلية والجسدية. الحل الأنسب بالتنويع بين مصادر الفيتامينات والمعادن في الغذاء حفاظاً على سلامتكم. رجعنا معاكم مشاهدينا ومع أخصائية التغذية شيرين المطوع. شيرين، شنو الفرق بين اللي يجي العيادة ويدور النجاح بنزول الوزن وبين اللي يتجنب الفشل؟ سؤال صعب دكتورة واجد، بس أوكي خل أفكر. شوفي، اللي جاي ويبي ينجح حتماً غالباً هذولا ينجحون، لأن هما يعني خلاص بيدورون كل الوسائل للنجاح. يمكن حتى لو ما يوني هم راح ينجحون. نعم. لكن اللي إيه ويبي يوصل يبي ينزل وزنه بس خايف من الفشل، غالبا ما يفشل. إيه. ليش؟ لأن العقل الباطن ما يميز بين إن أنت خايفة من الفشل وإن أنت فعلا فاشلة أو راح تفشلين. فكأنك قاعده تبرمجين عقلك انك انت راح تفشل. اوكي. Yeah. فيعني لازم الشخص يروح لازم يتفائل. الايجابيه ولازم إيجابية. كل المشاهدين يسوون فولو حق الشيخ انتصار سالم العلي، لانه درس في الايجابيه يومي. دائما شيرين نقول انه او نسمع انه مضغوا الاكل ببطء او اكلوا ببطء، لا بس تبلعون الأكل. هل فعلاً هذا له تأثير قوي على موضوع نزول الوزن أو عدمه؟ شوفي، أنا قبل أدرس سيكولوجية الأكل كنت دائماً أنصح أن ناكل أبطأ عشان أنه يعني نشبع أسرع، عشان سالفة الجرالين ومدة الإشارة والإشارة للدماغ. بس بعد ما درست سيكولوجية الأكل اكتشفت أن الموضوع أعمق من كذي بكثير. الموضوع بيسكلي أول شيء اللي يأكلون بسرعة تصير عادة. يمكن من المدرسة وقت الفرصة كثير لازم يأكلون بسرعة، الأهل يلا يلا بسرعة أكلوا، فتصير هابت. إنزين، إذا صار عندنا هابت إن نأكل بسرعة، العقل اللاواعي ما يميز أنت ليش قاعدة تأكلين بسرعة. صحيح. العقل اللاواعي يفكر بروحه، أنت مالك أي تدخل فيه. فشنو يفكر فطرياً؟ إن في أسد راح يهجم عليك وانت خايفه فقاعد تاكلين بسرعه. اوكي. او انه مثلا احد راح ياخذ الاكل منك وراح تصيرين في مجاعه. فهذه التفكير اللي يصير باللاوعي لانك قاعد تاكلين بسرعه يؤدي لافراز هرمون الانسولين والكورتيزول، وايضا يسوي شت داون لعمليه الهضم باكملها. يعني الدم بدل ما يروح المعده يروح الاطراف، لانه قاعد يتجهز انه يركض من الأسد اللي هو الأكل. الأكل. أوكي. فبالتالي صار وايد أهم إن نركز على سالفة يأكلون بهدوء، يأخذون نفس عميق. برمضان بعد وايد مهم، عقب الصيام طويل نأكل شوي شوي. إنزين، هل رمضان والصيام له تأثير على النفسية سواء سلبي أو إيجابي؟ يعني في اعتقادي الشخصي واعتقاد الدراسات والعلماء إن الروحانيات والإيمانيات في رمضان تزيد. والأكل حتى الناس اللي تخربط الأكل هم يقل، لأن ساعات اللي يأكلون فيها تقل. صحيح. إنزين، إلا في بعض الحالات. بعض الحالات لا، ما في استحالة. إنزين، فلما يقل الأكل وتزيد الإيمانيات حتماً هذا يؤثر على نزول الوزن، لأن الإيمانيات نفسها والارتباط والصلة بالله تسوي ريلاكسيشن وتسوي الجهاز الهضمي يشتغل أفضل. صحيح. وفائد الصيام كثيرة. شيرين، في شغلة وايد يعني إحنا نشوفها إن تعامل الأهل مع أطفالهم بالصغر، إذا كانوا سواء
يعني نحيفين او نازل وزنهم او ان عندهم زياده وزن او سمنه، دائما يتعاملون معاهم ان هذا اهم شيء، خل وزنك يزيد، انت وايد ضعيف، معسكر، الثاني يقولون له انت دب ولا فيل، انزين، هل هذه التعامل مع الاطفال ياثر على سيكولوجيتهم بالتعامل مع الاكل بعدين لما يكبرون؟ سؤالك خطير يا دكتور. هو مو ياثر شويه، هو قد يكون اساس المشاكل في الكبر. يعني من اللي تعلمناه ان دائما نسال عن شلون كانوا الأهل، خاصة الأم والأبو، وتأثيرهم على الطفل بالكلام عن الأكل. وايد موضوع حساس، ووايد أشوفه دارج بالكويت للأسف، إنه يعيبون عليهم أو يشدون عليهم. وهذا كان زين في فايدة، لأنه لو في فايدة أشجع إنه يسوونه، بس تأثيره عكسي، وراح يصير يأكلون أكثر ويمتنون أكثر. في دائما أنا متابعتك وشاركت معاكم بأحد الـ الإيفنتات اللي سويتوها، نيوتري كير، فريق نيوتري كير، قاعدين تحاولون أن ترفعون نسبة الوعي من ناحية التغذية ومن ناحية الرياضة عند المجتمع، وهو فريق تطوعي. هل شيرين تعتقدين أن لما يكون عندنا يقين أو إيمان أن دولة الكويت بلدنا راح تصير دولة عالية النشاط وعالية بالمستويات الصحة والتقليل المرض، هل هو عامل مهم أن تكوني مؤمنة أو عندك هذا اليقين؟ هو عامل وايد مهم، لأن إذا عندك حلم وتبين توصلين لو تحققينه لازم تكونين مؤمنة فيه، وإن الكل، كل شخص يؤمن فيه، مو بس أفراد معينة. يعني كلنا مثلا أخصائيين التغذية يعني نشتغل مع بعض، الدكاترة، الهيئات اللي بمجلس الأمة، كلنا يعني نبني نفس هذا الإيمان. فأقدر أشبه لك إياه بالصيام. لما أنت تصومين يوم عادي نفس لما تصومين في رمضان، لا طبعاً سهولته، يكون أصعب إذا أنت بروحك، لكن إذا الكل قاعد يسوي نفس السلوك صحيح، يصير وايد أسهل. فإذا إحنا كدولة تبنينا الأكل الصحي والرياضة وشجعنا بعض، يعني مثلاً أحد جايك الغبقة ولا الزوارة، والله أنا شوية مخففة وأبي أسوي رياضة، دائما اخلي اكل حقهم واشجعهم، مو لا واليوم، لان احنا ما شاء الله مجتمعنا كله عزايم، فاذا كل يوم بنجامل ما راح نوصل لهدفنا. زين، هل طلع من هذا المنطلق تشكيل فريق نيوتري كير؟ ان منطلق ان انتم تبون يكون العمل جماعي، لأن فريقكم تطوعي، وأنا شفت يعني ما شاء الله يعني كم الاختصاصيين والناس اللي حابة موضوع سواء بالرياضة ولا بالتغذية. هل طلع من منطلق العمل الجماعي من أجل أن تحسين الدولة وتحسين صحة الأفراد؟ هو هذا أساسه، وإحنا نؤمن أن أكيد رح نوصل إذا تعاوننا مع بعض إيد بإيد. يعني شيرين كلامك مريح، وكأنك فعلاً قاعدة تتعاملين بسايكولوجية معي أنا ومع المشاهدين، ومو بس هو الأكل أو ناكل أو ما ناكل، أو هذا الأكل فيه سعرات حرارية عالية وفي سعرات حرارية قليلة هو اللي راح يأثر علينا، مثل كلامك إن النفسية وايد مهمة ويمكن تأتي كأولوية إن إحنا نفكر فيها. أشكر وجودك معي شيرين، وصراحة معلومات جديدة، ونتمنى دائما أن نتعامل مع الكل قدامنا بتفاؤل وبإحساس التعاون، عساس أن نقلل من أي نوع من أنواع المشاكل اللي عندنا. شكرا لك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا اليوم، ونشوفكم باكر، ومع السلامة.